ماذا يعني رغم ان احنا مخطوبين لنا 12 سنه لكن والله انا سعيد جدا يعني تخيلي يعني انا فكره الخطوبه دي فكره يعني فكره كويسه وانا والله انت عايز للسعاده في الموبايل غير مالك لا لا ما في حاجه وانا والله عايز انا اشتري لك صاحب يعني طلعتها جديدك كيف ترى اسمك حتى يعني كان عندي عربيه بعتها واديتك قروش تشتريها كديها ما قصرت اكلت قروشها الله يديك العافيه صندوق الصرف اكلت قروشها والحمد لله الله يديك العافيه يعني اي حاجه الحمد لله رب اسعد من اي حاجه انت بس ان شاء الله بس ثاني شهرين ثلاثه اربع شهور سنتين ثلاثه اربع خمس سنوات كذا ان شاء الله نعقد العرس نعقد الغيران ان شاء الله نعقد الغيران عزبت كيف؟ ربنا قدامه الو اي احمد احمد كيف انت تمام؟ لا لا انا قالي عليك تمام وراك انت ذاته عاني لي اديته جيب لك ما بينفع معاي اي والله اسمعني خلاص خليك قاعد انا جايه طيب يا اخوي احمد جاهز اقعد لو تم اساسك معاك مع السلامه انا يا هنايا هنايا هاي هاي شنو؟ ليه؟ شنو يعني؟ شنو يعني؟ ليه يا هوي؟ هنا نادي دي؟ ما شايف نادي يا هوي؟ بار سنة ما عادي شنو يعني؟ بعدين كيف؟ تمام؟ هاي الحمد لله تأخرتي مالك؟ والله بس المواصلات صعبة عارف عارف عين هنا ده أنا زول جدي لا بعرف امشي حدايق ولا بعرف اقعد في نجيله ولا بعرف ولا بعرف اي حاجه كويس انا زول جديد انا دار عرس ما تقول لي كويس زول عرس انا قلت لك تقول لي كويس انا دار عرس يا خلاص يعني انا بصراحه شديده عندي تجارب كثيره يعني مع الخطوبات لا ما في مشكله علاقه لا في مشكله انا ما عندي علاقه بيها لا في مشكله في مشكله في مشكله انا ممكن اخطب 9 مرات وافركش 9 مرات يعني وتسع مرات انا اجيب خطوبه وتسع مرات انا ما اجيب خطوبه انا ما بعرف اروح ادور ما بعرف ما بعرف اوعك جبت انا جنيه ولا فوق دوران ما بعرف بس انا خطبتها انا قررت اخطبك ما اخطبك لا اخطبك شنو قررت عرس عقد عديل كده ما داري اي خطوبه اي والله يحصل من الخطوبه اي بس انا يعني عندي مشكله كده هي ما مشكله بالنسبه لي لكن مشكله بالنسبه لي يعني انا بس قررت كده لا انا الزول كنت خاطبها المره اللي فاتت الحمد لله الحمد لله وفقت في انه انتزع الشيله منهم الشيله بعد جبتها قلعتها منهم قلع بعد فسخت خطوبتي منها كويس لانه ما بقدر اجيب شيله ثانيه يا اخي صعبه علي صعبه شديد والله صعبه فنتيجه للظروف الصعبه ونتيجه لانه ما بقدر اجيب شيله ثانيه انا جبت الشيله والعروس انا متاكد انك حتكوني مفصل على الشيله تفصيل مش الشيله هاي بعد ما في مشكله هاي لان التفصيل يعني الشيله قاعده شيلة قاعدة شيلة قاعدة ما في مشكلة بس بعد ده بتبقى العرس بتاعنا لا قبل العرس قال نزول رسمي قبل العرس لازم اتاكد من حاجات محددة ما خلاص ما في مشكلة لا في مشكلة الشيلة وانت يا هتك لا لا في مشكلة في مشكلة لازم الشيلة تتطابق مع العروس الشيلة كان ما تطابقت مع العروس معناها انا ده جحا في حقك يا هلاي بتعجبني والله لا ما بتعجبك لا ما بتعجبك لازم تتطابق مع كل حاجة لازم اعرف الشيلة دي تطابق مع منو يعني نبدا في الشيله نبدا في تفاصيل الشيله اول حاجه الحذاء نبدا بالحذاء تلبسي مقاس كم احذيه انت 39 لا 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 انت فشلتي مالك احنا نقعد والله انا 42 السلام عليكم انا ذاك الدوله انا هيك تاخر